الحلقة منتظرون، المزمع مشاركتها في مهرجان أمير النحر الإنشادي الخامس بمأتم المرخ. تأسست عام 2006 وتعنى بالفن الإسلامي المتطور وتسعى لكل ما يخدم الساحة الإسلامية والوطنية. تسعى الفرقة لتقديم الأعمال التي تتناسب مع الفن الإسلامي بأفضل صورة وفق الضوابط الشرعية والعرف الاجتماعي. شاركت الفرقة وتشارك في العديد من الفعاليات الإسلامية والوطنية داخل وخارج مملكة البحرين، وأصدرت وشاركت في العديد من الأعمال الفنية المرئية والصوتية والممسرحة، أبرزها كليب شمعة وطن، أوبريت تحية الشهداء، وأوبريت سفر بنسختيه. حازت الفرقة على الكثير من المراكز المتقدمة في أكثر من مهرجان ومسابقة تتعلقان بالإنشاد.